الناس كلها بتشتكي من الحته دي مالها دايما تبقى هي دي ملهاش حل، الواحد يخس وكل حاجه، لكن الحته دي بتبقى زي ما تكون والله العظيم سقط ثالثه فعلا والله العظيم. طب تنجحني بقى انت امنت بالله يعني عجبك الاسئله دي؟ بقول لحضرتك انك قاعد معانا في المدرج. طب ما تنجحني ثالثه بقى، ده ايه ده؟ انت عايز ده دكتور صعب قوي. عايز تسال سؤال بطريقه ثانيه، هل تفرق السمنه في توزيع الدهن؟ يعني هل في توزيع الدهن واحد عن واحد يفرق؟ الاجابه نعم. ما تحت السرة وما فوق السرة. الرجالة غير الستات. سمنة الراجل غير سمنة الست عشان الهرمونات. وعشان توزيع الدهن. عارف بتسأل سؤال مهم جدا. ما تحت السرة. كل حتة دي يعني خس يا عيني بقى تمام بس كأن الدهن تركز في الحتة دي. ده خطر. دي سمنة خطيرة. اللي هو الدهن تركز في الحتة دي خطيرة. غير الحتة العلوية اللي فوق السرة. فدي حضرتك ده دي ابحاث معموله. طيب انت بتسال بجد ولا حد قال لك؟ لا والله لا بسال يعني كذا حد من صحابي. لا لا, لا, لا يعني انا اول ما يجي العيل ينام على السرير بتشوف سمنته توزيع الدهن. توزيع ده مهم جدا جدا. حضرتك احنا ايه انا خايف عليه من ايه؟ انا خايف من مضاعفات من الحاجات الخطيره جدا جدا السكر وشرايين التاجي. دول خطيرين جدا طبعا. طيب السكر طبيعي بيضيق الشرايين، ظاهرة طبيعية في السكر، شرايين رجلية تضيق، شرايين قلبي تضيق، شرايين المخ تضيق، شرايين الكلى تضيق في السكر، بمعنى تتصلب. واحد هيقول لي يعني ايه تصلب شرايين؟ هقول له يعني تبتدي تضيق وتفقد المرونة بتاعتها. يعني حضرتك لما تزق مية في خرطوم لين يتفتح معاك، انما خرطوم حديد مش هيتحرك، فهي لما يدوبك هيتزنق يعني. فسؤل احد العلماء التصلب بيبتدي امتى؟ يبدا امتى؟ واحد قال 40 سنه يبدا طبيعي مش مريض سكر. 40، واحد قال لا يا اخوانا 50، الى ان حصلت القنبله من عالم سويسري قال التصلب يبدا سينس بيرث، من ساعه ما اتولد. يبدأ التصلب من ساعة ما تتولد. إذن القضية مش قضية تصلب، يبقى قضية خطورة بقى تطوره. سرعة تطوره بقى سرعة. أنا ماشي بتصلب من ساعة ما اتولدت هيزيد قوي عن سن الـ80، كتر خيرك. 80 متصلب معقول، قشطة كده تمام، تعشت كده. إنما تبقى متصلب عند 20 25 30، لا، يبقى ظاهرة التصلب بتحصل بسرعة. السكر بيعمل كده. السكر يخليك تصلب الشرايين يحصل اسرع من واحد طبيعي. انا مش بخوف حد خالص، لكن بنعمل وعي. طيب قلت لي ايه؟ لا انت خوفتني، ده ما تنيش وعي. اقول له لا اديك وعي، انت واحد شرايينك بتقفل اسرع. اذا لو خدت اي حاجه تساعد على ضيق الشرايين تبقى اجرمت في حق نفسك. سيبها في حالها بقى. مثل ايه؟ وخلي بالك منها، السجاير تدخين. ملعونه السجاير دي. لا، واحد عنده سكر وبيشرب سجاير ده يخش السجن. يعني السكر اصلا بيقفل الشرايين، وانت بتساعد اكتر مع سمنه كمان اكتر مع مع كوليسترول. مع كوليسترول عالي فاكله بياكل حاجات دهنيه يا اخوانا اللي عنده سكر يبعد عن جميع العوامل التي تساعد على ضيق الشرايين وتصلبها. لانك فعل السكر ده برضه ما اتكلمناش على الحته دي. هي دي نوع من انواع السمنه. دي بقى ليه علاقه؟ دي رياضه بس ولا ايه بقى؟ هو هقول لحضرتك، هو اللي عايز يقلل السمنه يخلي باله من اكله. يعني ايه يخلي باله اكله؟ مش اكل زيتونه الصبح وربع بيضة. لا لازم يشبع. هشبعه. بس الاكل يقاس الاكل بالسعرات الحراريه. طب ما انا ممكن تاكل شوكولاته باكل اليوم كله. لا ما دي باكل اليوم كله. احنا بنقيس بسعرات حراريه. حضرتك انت كالاستاذ محمود سعد، انا عارف انت بتعمل ايه في اليوم، بتطلع وبتنزل كم مره وبتعمل برنامج بياخد منك قد ايه. انت في حاجه الى بين 1000 ل 1200 سعر حراري. عارف حضرتك الواقع انك بتاكل كم؟ 3000 3500. الباقي كله متخزن وهيبقى دهن. اذا انا لما اكلم واحد بكلم رقم. انت يا ستي وزنك 130 كيلو، يبقى مش هتاخدي غير 500 سعر حراري في اليوم عشان تخسي. ما بردوش.
هي ايه فايدة التكميم؟ انا بتغلب على ضعف الارادة بس. انت ما بتشوف الاكل مشاعر او الشعور المعدة بتضيق يوم يشبع بسرعة، بس ده بتعذبها يعني، بتعذبها. ان الرجيم احسن حاجة في الدنيا بصراحة الاكل، ان رجيم الاكل بطل اكل احسن من الف حاجة تانية بتتعمل طبعا، يعني فرق كبير حضرتك جدا. كل الجراحات تغلب على ضعف الاراده، بس في ناس بتعاني بقى التكميم ده وقص المعده وعندهم مشاكل فظيعه. وبعدين طب ما الخطوره في السمنه خطيره جدا جدا يعني. انا عندي اكثر من كتاب في السمنه، كتاب امراض بطن يعني، عندي مثلا قول 8 كتب، فلان وفلان وفلان وفلان، خواجات كلهم الانجليزي والامريكاني فبقرا باب السمنه. واجي لنقطه نمره بقى العلاج. العلاج هو ده الايتم الاخير ده، مضاعفاتها، اشكالها، كيف تشخصها، وبعدين العلاج. والله ما في كتاب زي التاني. يبقى في 8 كتب، ما فيش كتاب زي التاني في علاج السمنه. ولكن البند رقم 1 في الثمان كتب هو رقم 1 زي ده في الثمان كتب. طب بعد كده واحد يقول لك لا الجراحه كذا، اللي هو البند رقم 1، البند رقم 1 change the style of life، تغيير اسلوب حياتك. كلهم اتفقوا على ان لازم تغير اسلوب حياتك. ان فشلت في انك تغير اسلوب حياه المريض انسى. صحيح. في واحد يفضل طول اليوم جعان وهو مروح الساعه 7 بالليل بعربيه بيحلم بالاكل. صحيح. بيحلم مراتي عامله كرومب معاه دمعه معاه مش عارف ايه، انا بسيرة دي عشان انا بفطر جبنه عيش، الله يستر معاك. الحاجات دي بتخلي الواحد ينهار. يبقى يا اخوانا اللي عايز يخس، واحد يغير اسلوب حياته. صحيح. وياكل كتير، ياكل كتير، اكل خضروات كتير، كل حاجات كتير. لا انا عايز اقول لك بقى ياكل 5 مرات. صحيح. ده امريكا وده الاكل الصحي عموما يعني، ده أمريكا. حتى لو خس على فكره ده امريكا. اخر رجيم عاملاه اللي هو السنيكس، كل 5 مرات عشان اكلمك يا استاذ محمود اي لحظه في اليوم، اي لحظه، الساعه 5 الصبح، الساعه 6 الصبح، 8 الصبح، اسالك سؤال، انت جعان؟ تقول لي لا. انت شبعان؟ تقول لي لا. هو ده الرجيم. تصور حضرتك ده في القران. تخيل هو ربنا ما يكلم على الصلاه، يكلم مسلمين ولا يكلم الناس كلها؟ مساجد المفروض مسلمين. المفروض ما دام جاب سيره المساجد يبقى كلم مسلم. اما ابتدي الايه بيا بني ادم، يبقى مش المسلمين. ده نادمين كلها. ما ده صح. ايها الناس تقربوا، خذوا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما فيش فول ستوب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى الاكل مع الصلاه يعني 5 مرات، ما فيش مانع. مفيش مانع. انا دي مفيش مانع طلعتها كده حساميه، مفيش مانع ابدا. لان اما اقول ايه يا بني ادم خذوا زين، طب انا زيناتكم عند كل مسجد، يبقى المساجد والصلاه. طب ايه اللي جاب الاكل؟ ايه اللي جاب الاكل في ايه زي دي؟ يا مانع. بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. دي رقم 1. هي يعني دايره كده على لا تسرفوا ولا تصرفه طبعا. يعني دي اللي هي انا فيه خطيره جدا، مهمه جدا. لا خد اللي الذ من كده، هات. واختلفنا فيها انا واحد رجال الدين اختلاف شديد، لان هو بيحب الاكل وهو يعني بيدافع عن هذا. تمام. في سوره طه الايه رقم 80. تمام. ده قران بقى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يقول لي يعني ربنا يغضب عليا لو اكلت زياده؟ ايوه يغضب عليك. عمل لك كبد ما حصلش لو درست وظايفه، وعمل لك كلى ما حصلتش، انت بتبوظه الاكل. صحيح. انا عامل موبايل تحفه وابني خده حطه في البانيو. بالظبط بالظبط. اغضب عليه. صحيح. انت بتبوظ ما صنعه الله. يقول لي لا دي مقصود بيها ما تسرقش الاكل. قلت له ده في تفسيرك، لكن انا في تفسير لا تطغوا فيه ما تزودهاش. سيدة عائشه رضي الله لها حديث صحيح، كان يمر علينا 3 اهله قال لنا ما فيش، لا يوقد في بيت رسول الله النار، ما فيش حاجه سخنه بياكل، ما يطبخوش.
تخيل حضرتك شهرين 60 يوم ما بيطبخش، بياكلوا البلح والماء، الماء الاسودين الاسودين كنا نعيش يعني، لان الميه كانت لما تحط في البتاع كانت تبقى سودة. لا او السواد الاعظم بيستخدمها يعني، بس هو في كده وكده وفي البلح والبلح. فده يعني كل القران والسنه نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. صحيح، دي قاعده صحيه صحيح.